أغلق متظاهرون ليبيون صمام رياينا المغذي للغاز إلى جنوب أوروبا في مدينة الزنتان جنوب غربي العاصمة طرابلس، وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح العميد مصطفى الوحيشي مدير الأمن بجهاز المخابرات التابع لأسامة الجويلي أو المفقود في طرابلس منذ 5 أيام دون أن تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن إخفائه. كما طالب مجلس ثوار الزنتان حكومة الدبيبة بالإفراج عن الوحيشي وحملته مسؤولية سلامته وطالبته بالقبض على الفاعلين وتقديمهم إلى المحاكمة. السلام عليكم. بسم الله والحمد لله. الطريق إن شاء الله لقفل صمام مغذي لإيطاليا إن شاء الله حتى يتم الإفراج على السيد العميد مصطفى الوحيشي، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. من بنغازي ينضم إلينا المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي. أهلا بك معنا سيد أحمد. يعني يكون هناك اختطاف لشخصية تابعة لمجلس المركز التابع للاستخبارات، يكون هناك إغلاق من الثوار لبعض يعني صمام أريينا المغذي للغاز، المشهد يعني كيف ممكن أن نقرأه، وما تداعيات إغلاق هذا الصمام على سياسة الدبيبة أو حكومة الدبيبة في الغرب الليبي؟ تحياتي لك استاذة هاني وتحياتي لمشاهدي الحدث. نعم، يعني ما تشهده منطقة الريينة وغيرها من المناطق في غرب الجنوب الغربي لطرابلس مشهد مثير للقلق. يعني هناك توتر أمني نشهده كل يوم تزيد وتيرته عن اليوم الذي قبله. يعني إغلاق خط أو صمام الريائنة المغذي لمصفات الزاوية أولا وللغاز المتجه إلى جنوب أوروبا وبالأخص إلى إيطاليا هو مؤشر خطير جدا. أن يستخدم النفط كورقة ضغط على الحكومة لتلبية المطالب، هي ليست المرة الأولى استاذة هاني يغلق فيها هذا الصمام. ففي عام 2022 قام مجموعة من أفراد المنشآت النفطية بغلق هذا الحقل أو هذا الصمام بحجة عدم حصولهم على مرتباتهم، واليوم الحجة هي إطلاق سراح العميد المختطف مصطفى الوحيشي الذي لم يعرف مصيره إلى هذه اللحظة ولم يخرج أي بيان. والتزم السيد عبد الحميد بيبة الصمت ولم يعلق على اختطاف شخصية تعتبر ضمن حكومة الوحدة الوطنية جهاز المخابرات، جهاز كبير جدا، ويختطف مسؤول كبير في هذا الجهاز، أمر مثير للقلق ويشير إلى أن هناك انفلات حقيقي، انفلات أمني حقيقي في العاصمة طرابلس وعدم سيطرة حكومة الوحدة الوطنية على هذه الانفلاتات. ناهيك على أن السيد مصطفى الوحيشي هو من مدينة الزنتان، وهو من منطقة الزنتان كما قلت تشهد يعني منذ أيام توتر أمني كبير جدا، خصوصا الهجوم الذي قامت به الأربعات على منطقة الحمادة الحمراء بحجة مكافحة التهريب، واليوم يختطف أو اليوم يكون هناك إغلاق للنفط. ما يحاول المحتجون أو من قام بإغلاق النفط هو الضغط على السلطات في إيطاليا. كل يعلم بالعلاقة القوية بين الحكومة الإيطالية وعبد الحميد دبيبة والصفقات والاتفاقات اللي وقعت في القريب في الوقت السابق، يعني من ليس ببعيد، بين السيدة أنجيلا مولوني وعبد الحميد دبيبة في تطوير الغاز ومكافحة الهجرة وعديد الاتفاقيات. هو محاولة من هؤلاء المحتجون أن يضغط المجتمع الدولي وبالأخص جنوب أوروبا وإيطاليا على حكومة دبيبة لإطلاق سراح مصطفى الوحيشي في ظل عجز حميد دبيبة أو عدم حصول هؤلاء المحتجون على أي تطمينات من قبل حكومة دبيبة محليا للإفراج عن المختطف مصطفى الوحيشي. نعم استاذ. طيب سيد أحمد، يعني لنا أن نتخيل معك بأنه كيف يمكن لمتظاهرون يذهبون لإغلاق والتأثير على النفط إغلاق صمام الغاز، ذلك ألا ترى بأنه يعزز من شرعية الدبيبة في الغرب الليبي؟ بالعكس، هم يعطوا ذريعة لأن يبقى ويحظى بدعم المجتمع الدولي.
نعم استاذتي، يعني هو ما يحاول هؤلاء المحتجون ان يتحصلون على ضغط من الحليف الذي نستطيع ان نقول هو الحليف الوحيد الان الدولي لحكومه الدبيبه هي لا هو إيطاليا. كيف اصلا محتج يعني المجتمع الدولي بدا يتخلى. طيب هو استاذ احمد، يعني هو مجموعه من المتظاهرين، نعم، مجموعه من المحتجين في الشارع لهم اصوات، كيف يتمكنوا من الذهاب إلى مورد أساسي للدولة؟ يذهبوا يغلقوا حقول النفط، مرة يغلقوا أنابيب الغاز، يعني ألا ترى بأنه ذلك في تفلت أساسا؟ هذه المناطق المفروض تكون تحت احتراز أمني مشدد. نعم استاذتي هاني، هذا يعطيك يعني دلالة على عجز حكومة الدبيبة عن تأمين هذه الحقول. انت لم تشاهدي اي اغلاقات او اي احتجاجات للحقول النفطية الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة التابعة للقيادة العامة، كون ان هناك فرق او هناك يعني اجهزة امنية وعسكرية منضبطة، يعني يعطيك دليل عدم الانضباط الذي تعيشه مناطق غرب ليبيا وبالاخص طرابلس الكبرى وضواحيها. هذا يعطيك دلالة ايضا على السيطرة والسطوة الميليشياوية على تلك المناطق. يعني عندما يحدث اختطاف لشخص من مدينة ما أو اعتقال لشخص من مدينة ما، تتحرك هذه المدينة بآليات وبقوات عسكرية قد تصل إلى حد الاقتتال. هذا دلالة على انفلات وعدم وجود ضابط أو رادع قوي وأمني لدى حكومة الوحدة الوطنية، أو فقدان السيطرة لعبد الحميد الدبيبة لحماية موارد النفط وموارد الشعب الليبي أو المصدر الوحيد لمصادر الدخل للشعب الليبي. عجز السيد عبد الحميد الدبيبة عن حماية هذا المورد الرئيس، وبالتالي يعطيك انطباع بأن ما يعيشه أو ما تعيشه حكومة الوحدة الوطنية هو وهم للأمن. شكراً. من يسيطر هناك فعليا هي مجموعات مسلحة، كل مجموعة لديها مربع تسيطر عليه وتتحكم بما فيه. فحق الرياينة والحمادة تحت سيطرة منطقة الزنتان، مصبات الزاوية تحت سيطرة ميليشيات الزاوية. شكرا. سبراتة، زوارة، طرابلس نفسها مقسمة إلى مربعات. نعم. كل ميليشيا تتحكم في وزارة. شكرا تتحكم جزيلة. في مربع. نعم والله انتهت الساعة. شكرا من بنغازي المحلل السياسي أحمد المهدوي.